في دمشق يظهر الأثر العثماني في التكية السليمانية، قصر العظم، المدرسة الدرويشية، والخانات المنتشرة والمتعددة التي تقدم نماذج هامة جديدة لفن العمارة العام وفن العمارة الداخلية والزخرفة، لتتمازج هذه الأساليب وتتماهى مشكلة فن العمارة الدمشقي الأخاذ وجها من وجوه التنوع في فن العمارة الإسلامية. أما البيوت الدمشقية الشامية التي ذاع صيتها لجمالها الآثر وما توحي به من حميمية، فهي بيوت منفتحة نحو الداخل يضج قلبها بالدفء والحنان والحدائق الداخلية الغناء. غرفها الأرضية ما سمي بالقاعة ذات سقوف عالية، وشيت جدرانها وكتابيها وحلة جدرانها الخشبية بالزخارف البارزة الملونة، مما أكسبها جمالا خاصا أخاذا. أما سوق الحميدية وهو أكبر أسواق دمشق وأهمها، فإنه يخترق المدينة القديمة من باب السعادة جنوبي القلعة ويمتد حتى أبواب الجامع الأموي. تتفرع عنه أسواق جانبية متعددة. أما حمامات دمشق فقد جاوز عديدها 100، أهمها حمام نور الدين الشهيد، ويمتاز بتقسيمات الحمام المعهودة: البراني، المشلح، الوسطاني الدافئ، والجواني الحار، وخزان المياه الكبير، والقميم حيث توقد النار تحت الحمام. وتبقى أسواق دمشق القديم منها والحديث تحافظ على تراثها وما ترسخ لها وللقائمين عليها من سمعة جابت الآفاق. تنتشر في معارجها الصناعات والحرف اليدوية المتوارثة شعبية وقديمة، برز فيها الصناع السوريون المهرة توارثوا أسرار حرفهم كابرا عن كابر، ونهض بها
تطويرا وتحديثا. فمن طباعة القماش وحياكة المنسوجات اليدوية كالحرير والبروكار والدامسكو إلى صناعة الأواني النحاسية وزخارفها والطرق عليها والفضيات المنقوشة وحفر الخشب والزجاج اليدوي، صناعات انتقلت من الأجداد إلى الأحفاد، حرفا ما زالت حية تمارس في أكثر البلدان السورية يبهج نتاجها النظري. وتبقى سوريا أرض التاريخ ومنارته المضيئة، تقص على العالم حكايات لا ينضب معينها، ملاحم إنسانية لا زال رجع صداها حيا في حضارات الأرض، تنطق بكفاح الإنسان، يضيء طريق البشرية، يحكي قصة الحضارة الخالدة.